طبعا انت عايزه تساليني انا جبت منين الخبره في المسائل العاطفيه وامور الحب والحاجات دي. عايزه اعرف. من الكافيه. كافيه، قعده الكافيه، بمسح مبدئي كده للحبيبه اللي قاعدين في الكافيه. العبد لله يقدر بعون الله يعرف دول من انهي نوع وجايين منين وبيقولوا ايه وهيطلبوا يشربوا ايه. اسهل نوع بيتهرش اللي هم عصافير الحب الجميل، اللي هم الحبيبة الرومانسيين قوي. اول حاجة ايه بتعرفيهم منها؟ ان هم مفيش اي مسافة ما بينهم، شعارهم املأ الفراغات التالية، طول الوقت بيبقوا كيان واحد. انا بشوفهم المشبك يوحشني، مش عشان التلزيق، لا عشان التداخل ده. دول بقى وهم ماشيين في الشارع بيبقوا شابكين صوابعهم الصغيرة في بعض كده، الصباع ده الصغير في الصباع ده، ويمرجحوا ايديهم كده لقدام ورا، يوصلوا الكافيه يطلبوا مشروب واحد بس واتنين شاليموه، مش بخل، لا يجيبوا مشروبين ليه؟ ما هم كيان واحد. بعدين كده حاطين البتاع يفضلوا محافظين على اي كونتاكت كده، باصين لبعض. النوع ده بقى في البيت اللي هم عصافير الحب الجميل دي، لما تيجي تروح امتها تفتح لها الباب تقوم واخدها بالحضن بحماس كده، تفضل تلف في شكل دائري وهي بتتنطط وبتبوسها، تقول لها ماما ماما انا بحبك قوي يا ماما. والام طبعا تقول لها ربنا يسعدك يا بنتي، وهي مش فاهمه حاجه. لازم يحصل المشهد المشهور ده. في ثنائي تاني بقى اللي هو احمد السقا ومكسوره الجناح، هم مع بعض كده باكج يعني. هي بتبقى غالبا بنت بتقرا روايات حب ركيكه، ومامتها مربياها على الجمله الغريبه اللي هي بتقول ان قوه البنت في ضعفها، على اساس انها تورته ملفيه مثلا بالمربى. الشاب السقه ده بقى تلاقيه اول ما يوصل الكافيه قعدها في الترابيزه اللي في الركن زقر كده عشان تبقى واخده ساتر كده، ويقلع الجاكيت بتاعه ويحطه على كتفها على طول فورا. لما بدا صيف شتاء حر برد، البنت عرقانه والتكييف بايظ وما فيه، بيحميها من الاهوال وخلاص احتياطي. حس ان هو مخرجها في حقل الغام مش في كافيه خالص. هو بقى يبقى ممكن جسمه يبقى قليل كده، بس هو حسه الامني عالي قوي. لما الويتر يجي ياخد طلباته هو اللي بيطلب لها، مش تحكم ولا حاجه لا سمح الله خالص، بس علشان هو اضرب مصلحتها. لا بيطلب لها حاجات اطفالي دايما، يطلب لها مثلا ميلك شيك، بانانا بوت، هابي ميل، ويطلب بقى هو الحاجات بتاعت الكبار، يطلب فنجان قهوه ساده، فرخ صنفره، شويه غيره ارنب كده مبلولين بميه، لا كبير هو مفيه سقه، يسالها كل خمس دقايق اذا كانت محتاجه تدخل التويليت ولا لا. وهم ماشيين في الشارع بقى الحلوين دول بيبقوا النوع اللي الولد قلع كم الجاكيت اليمين ومدخلها هي جوه. دخلها جوه الجاك. حبيبي ما تمشي عادي، انتوا خارجين من كافيه مش خارجين من تحت عماره واقعه. في بقى الحبيب الخطر اللي هو الدكر البرم ده بقى، اللي تلاقيه في عز الشتاء داخل الكافيه وهو لابس قميص نص كم وشمره كمان، شمره سيك عشان ياكد لها على الفكره، يثبت لها انه ما يهموش. انا ما يهمنيش، انا شمر اي حاجه، شمر نص كم حتى، صايع قوي يعني. ايا كان تكوينه الجسماني فهو بيمشي ايه مع حبيبته، هو مخشب كده رامي على ورا سيكه ودماغه مايله شمال وفك واقع وايده بعيد عن جسمه، حتى هتلاقيه مسلوع كده، بس لازم الايه الوضع ده تمام. بيجي يكلم البنت يقول لها بت، ده الجدعانه فاهمه، بت انا بحبك يا بت، بت انا ممكن اطربق المنطقه دي كلها على اللي فيها. وهو سايق في السكه يبقى فارد دراعه الشمال كده على الاخر وقافش في الدريكسيون جامد، ها، ومنايم الكرسي بتاعه على الكنبه الورانيه للاخر كده، وهي قاعده بالعكس ظهرها للشباك وبصاله، ها، ولو لياقتها كويسه بتبقى مربعه على الكرسي، يعني كابل صايع موت. ده طبعا لازم يطلب مشروب يتناسب مع حجم خطوره حياته دي كلها. تلاقيه بيطلب كنكه بن، كنكه مش فنجان قهوه، لا يا لا دي كنكه، غامق محروق مر، او يطلب مثلا جنزبيل بالقرفه وبصلايه خضراء، او امينو اسيد بدبس الرمان كده. هو بيثبت لها في رسائل، لما ينادي على الويتر يقول له يا ابني، مش كلمه مش مهم، لا، او القصيع كمان يندهله باسمه عشان يبان ان هو مسيطر. ابراهيم تعالى، بقول لك ايه، مين واقف على القلايه، صلاح ولا ياسر؟ انا هاركو ازرق النهارده. شوف السيطره عمال يوريها بقى، وبعدين يقول لها ايه، تاكلي يا بت، فاهم، وايلد قوي. في طبعا الحبيبه اللي تعرفوا على الفيسبوك، هي شافت صوره حلوه، هو شاف صوره لطيفه، عاشوا قصه حب ملحميه عظيمه من خلال الماسنجر، وقرروا يتقابلوا في الكافيه. شكلهم باين، بيبقوا باينين، بيبقوا اول مره يشوفوا شكل بعض من غير فوتوشوب خلاص. دول طبعا بتعرفين بمنتهى السهوله من ملامح الذعر اللي بتبقى على وش الراجل، يا حرام، متزحلق جوه الكرسي طبعا، يا لهوي انا ايه اللي جابني، طول الوقت بيتلفت حوالين منه، نفسه يلاقي رامز جلال ويطلع ده هزار تهريج من اي، يطلع كاميرا خفيه. في كمان الحبيبه التلامذه بقى، دول اللي بيبقوا مزوغين من اخر سكشن في الجامعه وجايين يقعدوا لوحدهم شويه في الكافيه. ليه بقى؟ عشان هم مش قايلين لحد في الجامعه ان هم مرتبطين. هما مش متصاحبين خالص، هما مرتبطين، وكل الناس عارفين ان خالد ورشا مظبطين من سنه اولى، بس هما الوحيدين اللي فاكرين ان قصه حبهم دي سريه. طلبه انتظام وانتساب، والمعيدين والدكاتره والامن بتوع الكافيتيريا عارفين، السايس اللي قدام الكليه عارف، الراجل اللي بيصور مستندات عارف، اسمهم مكتوب على الشجر ومكتوب على السحاب، هما الوحيدين بس اللي مش عارفين ان هما مرتبطين. كل الناس عارفين وبيخبوا، عشان كده بيقعدوا ماشي. طبعا دول في الكافيه بيطلبوا حاجات بسيطه لانهم لسه يعني بياخدوا مصروف يا حبايبي، ولسه كمان عندهم بند الدباديب بقى والجليترز والميداليات الفضه النصين والتيشيرتات اللي فيها هنا صباع بيشاور عليه واش صباع تاني بيشاور عليه هو، وكروت الشحن بقى الكتير عشان مكالمات بالليل اللي بيبقى نصها. اقفل بقى، اقفل، لا اقفل انت الاول، لا لا مش تقفل، لا لا نقفل بقى، بعدين سكوت.
التليفون كده ساكتين في التليفون. حبيبي ده اتصالات بتعد، في شركات بتكسب من ورا التنهيده دي. ركز قول الكلام، خلينا نمشي. مفيش يعني طول الوقت كده. اطلبوا بقى حاجات بسيطه عشان يوفروا، الليمون من غير سكر، عصير من غير بذر، شاي من غير فتله، او اطلبوا فتله لوحدها. في طبعا حبيبة الدراما، هم سمعوا ان الحب عذاب فمعذبين الكافيه كله بقى. دول اللي علاقتهم كلها قايمه على الخناقات، 90% من كلامهم سوا خناقات وزعيق وقله قيمه. فمش ليه تلاقي شكلهم باين هم بيتخانقوا من اجل الخناق، يعني فن للفن كده. انا شفت مره اتنين من دول البنت طول القعده ماسكه على جمله واحده، اللي هو يعني انت مرتاح كده، يعني انت مرتاح كده، يعني انت مرتاح كده. هي طول الوقت وهي هم بيقولش غير كلمه، بيقول لها عزه عزه عز، هو يعني انت مرتاح عز، واسكتوا شويه اشربوا بق وبعدين ارجعوا تاني عز مرتاح طول الوقت عز. عذبنا احنا بقى، انتوا ماسكين على بعض وصلات امانه، بعد شويه عز مرتاح كده. دول طبعا بيطلبوا اي سم هاري يطفحوه ويغوروا في داهيه اخر اليوم. في طبعا اتنين بيبقوا قاعدين كده واضح ان هم يعني مش بيحبوا بعض، فتفهمي ان هم مرتبطين وكل حاجه، بل بالعكس دول مخطوبين كمان. مفيش حاله حب في المساله، هو في ايه بقى؟ في عينات قماش معاهم قاعدين بيها في الكافيه، في مثلا نص سيراميكا مفروض هي على كتفها ستاره اورجانزا، لان نقاش جاي معدي عليهم خارج بيحسس على حيطان الكافيه، حلو قوي الاسبونش اللي معمول، يقول لهم بقى المشاريب وبتاع يشربوا، ويسال الويتر يقول له حضرتك جايب المجات دي منين عشان احنا يعني الزمنا في هم قاعدين كده ما فيش خلاص موضوع الحب ده بالسلامه، احنا في العينات دلوقتي. في بقى النخبه الحبيبه المثقفين، ده اللي تلاقيهم داخلين الكافيه كل واحد في ايده كتاب او سته حسب يعني، ودعوات معارض تشكيليه طالعه من الكتب كده، وبرنامج دار الاوبرا المصريه. تلاقي كلامهم العاطفي واخد شكل مناظره بثلاث محاور، لازم ما اعرفش ما حدش عارف ايه الثلاث محاور، بس هم دايما لما بيتكلموا بيقول لها لا بص الموضوع ده على ثلاث محاور، وكلامهم بيبقى ايه مثلا؟ يقول لها حبنا يا سهام بيمر بمنعطفات خطيره كتير، وعلاقتنا بتواجه تحديات ضخمة وإشكاليات فرع إشكاليات. وهي تقول له شوف يا هيثم ما تعولش على كده. إيه؟ ما عرفش أنا لو فهمت كنت فهمتك. هي بتقول له ما تعولش على كده، إحنا بنمر بمحكات فيصلية مهمة. دول غالبا لازم يشربوا حاجة في حاجة، القهوة الفرنساوي اللي هي قهوة بلبن عادي بس يدوها هم مصطلح الفرنساوي بتاع. مثلا قهوة سكتو اللي هي قهوة سادة، بس هم لازم يقولوا سكتو. لازم يكون في عمق في المشاريب، يعني المشروب ما يجيش مسطح لا يبقى عميق. في بقى الكابل المثالي، دول اللي بتلاقيهم قاعدين مبسوطين آخر انبساط، بيضحكوا بصوت لذيذ، بياكلوا كتير فاهمة، بيتكلموا بحماس في مواضيع مختلفة ما بتخلصش، دمهم خفيف فكين كده والقعدة عسل. دول بيبقوا غالبا مش حبيبة ولا حاجة، دول بيبقوا أصحاب عادي. لا أصحاب عادي، أو ممكن مثلا يكون اتقدم لها زمان وقالت له لأ، فعاشوا بقى أصحاب كده في حالة ود أبدية لذيذة. طب ودول بيشربوا إيه بقى؟ لا هو انا فاضي بقى اقعد اركز بقى مين بيشرب ايه ومين بيه؟ انا فاضي للكلام الفارغ ده وحبيبه وجو. اتفضلي شوفي شغلك كمان، هي اتفضلي يا هانم، في انا عملت اتفضلي شوفي شغلك، انا بتتكلمي في الحب في الكلام الفارغ وقاعد اشرب.